برنامج أسماء الحبيب في القرآن، الحبيب في القرآن، صلى الله عليه وسلم، الشيخ أحمد الصباغ، يعني ما يشتهر بهذه الجملة الجميلة، وشرف له أن يعني يكون شهرته الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شرف للجميع والله. نعم. صلى الله عليه وسلم. أنا يعني الشيخ أحمد الصباغ يعني أعلم حبه لسيدنا النبي وإخلاصه، وراجل من الدعاة الجمال، الدعاة الأذاهرة الوسطيين المعتدلين اللي منهجه حلو ودعوته سلسة، وأحسن ما يميزه أنه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن نكون أنا وهو كده مع سيدنا النبي يا رب، ومعكم بإذن الله يا رب. الله يكرمك إن شاء الله. فبرنامج جميل، الشيخ أحمد الصباغ، الحبيب في القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم. أمير الأنبياء حبيب قلبي، وأعظم من دعا لله ربي. الحبيب في القرآن. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. برنامج نعيش من خلاله مع الحبيب في ضوء القرآن الكريم. انتظرونا في رمضان في برنامج الحبيب في القرآن. يأتيكم في الأوقات التالية.